بوت جديد على التليجرام رسمي من منصة كوكوين. هذا البوت هو بوت الضفدع كما تشاهدون فروغ. المميز في هذا البوت أنه جديد ومازال يعني في البدايات، فبالتالي نحن راح نسجل عليه ونعمل عليه بما أنه مازال في البدايات الخاصة به. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم يا أخوان في هذا الفيديو الجديد على قناتكم قناة Profit in the World. شكرا لأكثر من 17200 مشترك على القناة، شكرا جزيلا، وأيضا شكرا على دعمكم المستمر. إذن بدون إطالة راح نتوجه هنا إلى قناتنا على التليجرام، نقوم بوضع فيها كل ما هو جديد، يعني جميع الأخبار جميع الأشياء نقوم بنشرها على قناتنا في التليجرام. فلكل شخص يريد متابعة الأخبار أول بأول فمرجو منه الانضمام إلى قناتنا على التليجرام، رابطها موجود في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق مثبت. يمكنك الدخول إليها والانضمام لمشاهدة جميع الأخبار التي نقوم بوضعها هنا. إذن كما تشاهدون لينك الاشتراك أو لينك التسجيل تجدونه في صندوق الوصف في أول تعليق مثبت، وأيضا تجدونه هنا في قناتنا على التليجرام. راح تقوم بالضغط على الرابط بهذا الشكل، عفوا راح نعيد من جديد، راح تقوم بالضغط على الرابط، راح يبدأ بالتحقق من الحساب الخاص بك. إذن بعد التحقق من الحساب الخاص بك راح يبدأ في التحقق أيضا هل تيليجرام الخاص بك هل هو تيليجرام حساب عادي أم بريميوم، لكي يعطيك يعني نقاط إضافية. أيضا بعد ذلك راح يقول لك أنه هل لديك حساب على منصة كوكوين أم لا. أنت في هذه الحالة لا تضغط على خيار متابعة، اضغط على خيار ثاني، قم بربط حسابك على منصة كوكوين مع البوت، لأنه هو بوت رسمي من منصة كوكوين، يعني بوت صادق 100%. إذن بعد ما تقوم بعملية التسجيل راح يعطيك هدية خاصة بك كما تشاهدون هنا، 110,000 عملة الخاصة بفروغ أو هذا الضفدع. إذن هنا في الأسفل لدينا ثلاث خيارات فقط كما تشاهدون، لدينا فيد هكذا، لو قمنا بالضغط عليها لا يظهر معنا أي شيء لأنه البوت لم يبدأ في الاشتغال بعد، فقط يعني تسجل وتنتظر. هنا لو قمنا بالضغط هنا في الوسط كما تشاهدون coming soon، يعني قيد التطوير او راح يكون متوفر قريبا ان شاء الله. اذا بعدها في الخيار الوسط موجود يعني دعوة الاشخاص، فكل شخص راح تقوم بدعوته راح تتحصل على 10,000 عملة. اذا كان يعني الشخص الذي دعوته لديه تيليجرام بريميوم فراح تحصل على 50,000 عملة. يمكنك نسخ الرابط من هنا ومشاركته مع الاصدقاء. اذا الخيار الذي بعده هو واليت. هنا تستطيع ربط المحفظة الخاصة بك على التليجرام بالبوت لكي تحصل على هدية أخرى في حدود يعني 50,000 نقطة، لأنه أنا كانت لدي 60,000 لما قمت بربط المحفظة أصبحت 110,000. إذن إلى غاية الآن هذه هي التفاصيل الخاصة بهذا البوت. نحن كل ما علينا فعله أننا نسجل، ولما يبدأ البوت في الاشتغال نبدأ معه في الاشتغال حتى يعني لا نفوت فرصة خاصة بهذا البوت. فكما تعرفون نشرنا الكثير من البوتات كانت صادقة الحمد لله، سحبنا منها العملات قمنا ببيعها، فبالتالي يعني لا تستهين بمثل هذه البوتات التي نقوم بشرحها. كان هذا هو الفيديو الخاص بنا لنهار اليوم، لا تنسوا دعمنا بلايك وشير، إلى اللقاء.